السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة المعهد الفني للتمريض بجامعة أسيوط الفرقة الثانية، وبنستكمل كورس الطب النفسي المقرر عليكم في الترم الثاني في العام الدراسي 2021، والمحاضرة بعنوان المود ديسوردر. هنبدأ بالجزء الأول في المود ديسوردر اللي هو المانيك إبيسود. المانيك إبيسود يعني نوبة الهوس، او مسمى تاني لوثة الهوس. تعرفها state of mood disorder that involve mood swing of relation euphoria and grandiose behavior. يعني احنا النهاردة العيان بتاعنا اللي عنده لوثة الهوس بيشتكي من اضطراب في المزاج او تقلب في المزاج، واكتر حاجة بتغلب عليه المزاج الايفوريا اللي هي السعادة او الانبساط، والجرانديوز بيهيفير يعني العظمة، يعني هو حاسس نفسه ان هو عظيم، حاسس نفسه ان هو احسن واحد في العالم، حاسس نفسه ان هو بطل، حاسس نفسه ان هو راجل مهم في المجتمع. دي معناها الجرانديوز بيهيفير. فمن ضمن الاعراض اللي احنا بنشوفها في عيان المانيا اللي هو إليفيشن للمود، المزاج بتاعه مرتفع او ايفوريا او منبسط او الريتابل متوتر والان، عنده احساس زيادة بالثقة بالنفس او بنسميها الجرانديوزيتي العظمة، حاسس ان هو عظيم. الحاجة الثالثة الهايبر اكتيفيتي، عنده نشاط زيادة او سايكو موتر اجيتيشن، مش قادر يثبت في مكان، بيتحرك من هنا لهنا، وعنده اضطرابات في النوم في صورة ديكريز النيد فور سليب، يعني هو ليس بحاجة للنوم، حاسس نفسه ان هو عايز يصحى اليوم كله، يعني لو نام ساعة او ساعتين يبقى كويس، ما يحسش ان هو عنده اضطرابات في النوم. الحاجة اللي بعد كده pressure of speech، يعني عنده افكار كتيرة في دماغه عايز يعملها وتظهر في صورة الكلام، تلاقي الكلام بتاعه مضغوط pressure of speech. flight of idea، تطاير في الافكار. distractibility، تشتت في الانتباه وفي التركيز. excessive involvement in pleasurable activity، يعني هو النهاردة بيستمتع بحاجات مهمة خالص في حياته ما كانش بيستمتع بيها قبل كده، زي ينزل يشتري بمبالغ كبيرة هو سعادته في الشراء. delusion of grandiosity، عنده ضلالات العظمة، حاسس ان هو عظيم. وعنده هلاوس سمعية او هلاوس بصرية سكندري للمود، يعني الهلاوس اللي عنده بتخليه مبسوط او بتخليه سعيد، ماشية مع الديليوجن اوف جرانديوزيتي. وكل الاعراض دي بتعمل له سوشيال اند اوكيوبيشنال فانكشن. دور التمريض هنا في حالة البايبولر مانيا او في حالة الهوس، اسيس ديجري اوف مانيا، هشوف العيان اللي بيعاني من اعراض البايبولر مانيا هل الاعراض دي بسيطه مايلد او اعراض اكيوت اعراض حاده، هل معاها ديليريوم او اكسايتمنت. الديليريوم يعني معاها اضطراب في درجه الوعي، اكسايتمنت او عنف او حاله هياج، يبقى ده دور التمريض. نمره 2، بتبلغ الممرضه الدكتور العيان ده استجابته للاستيمولاي، استجابته للايه للاوامر العلاجيه، يعني مثلا الممرضه او الممرض ممكن يقول للمريض العلاج ده هتاخده دلوقتي، هل هو هيستجيب للنصيحه بتاعه الممرضه ولا لا، يبقى داز هي تولوريت جايدنس اور كريتيسيزم، هل هيستجيب للنصح والنقد ولا مش هيستجيب. وفي عيان تاني بيقابل النصح والنقد ده بحاله هياج شديد. بالنسبه للاسسمنت للفيزيكال هيلث، بنشوف السليب باترن زي ما احنا قلنا، اغلب العيانين اللي عندهم هوس عندهم اضطراب في النوم، فانا بقيم درجه النوم. الفاتيجابيليتي، هل العيان بيعاني من حاله فاتيج ولا بيعاني من حاله اكتيفيتي. النوتريشن، العيان ده بياخد كميه سوائل وكميه اغذيه مناسبه ولا مش مناسبه. الجرومنج والكلينس، يعني العيان ده مهندم ونظيف ولا مش مهندم وغير نظيف. بنشوف هل في علامات عنده تنشن انكزايتي ولا ايه ولا مش. الحاجه اللي انا بعملها بلاننج اند امبلنتيشن تو افويد الريسك اوف دينجر توورد هيمسيلف او توورد اذر، يبقى انا من خلال البلاننج والامبلنتيشن
بخلي قدرة العيان ده ان هو يحافظ على نفسه وحياته وحياه المحيطين به في حدود ايه؟ في حدود الطبيعي. فانا مطلوب مني ايه في هيئة التمريض او كممرض او كممرضة بالنسبة للعيان اللي بيعاني من الهوس؟ اهم حاجة safe and non-stimulating environment، يبقى بخلي البيئة امنة، يعني ابعد عنه الادوات الحادة، اخلي الشباك بتاعه واطمن ان هو الشباك مقفول ما يكونش مفتوح، الباب الحديد مقفول بالقفل ولا مش مقفول، في ادوات حادة موجودة في الغرفة زي موس او سن مشرط او كتر ممكن يأذي ايه يأذي نفسه او يأذي ايه اللي حواليه. يبقى اهم حاجة السيفتي مهمة جدا جدا جدا. بالنسبة للمريض اللي عنده هوس بيبقى سنسيتيف للنويز او سنسيتيف للبيبل وسنسيتيف للموشن، يبقى انا المفروض اقلل الاكسترنال استيمولاي المثيرات الخارجية، افويد كومبيتيتيف اكتيفيتي، يعني مثلا ممكن اخلي العيان ده يخش في ثيرابيوتيك اكتيفيتي اللي هي الاكسرسايز ان جروب او ان انديفيدوال او البينتينج، بعمل له مسابقة في الرسم او مسابقة في الطلاء او مسابقة في العزف، حاجات اكتيفيتي بسيطة تمام ممكن تحسن من نفسية المريض عشان اخلي بالي من العلاقة العلاجية وبين المريض. لازم اكسبت and not be judgmental، يعني انا النهاردة بتقبل المريض ده وبتقبل الاعراض بتاعته، ما اقولش دي وصمة وقول له انت مجنون انت عندك هوس انت ما فيش فايدة في علاجك احنا خلاص زهينا منك احنا خلاص ما في، يعني كل ده judgmental للمريض. يبقى لازم should accept patient allow expression of negative feeling، خلي المريض يعبر عن مشاعره السلبية، دي فرصة ان هو ايه يعبر عن المشاعر السلبية بتاعته. ما تشاركش المريض النفسي في تصرفاته وفي افكاره وفي افعاله، avoid joining client manic activity، set realistic limit on behavior. اهم حاجة ان انت كممرض او كممرضة بتقابل عيان عنده هوس لازم تخلي بالك من destructive behavior وايه وتبقى انتسيبيت الدستركتيف بيهيفير، يعني تتوقعه وتحاول تتفاداه وتحاول تمنع المريض ان هو ينفذ حاجه زي كده. بي فيرم اند كونسيستنت، لازم توري المريض ان انت قوي وان انت اقوى منه وان انت هتديه علاج. فيرم اند كونسيستنت، صارم في قراراتك، هتاخد العلاج يعني هتاخد العلاج، هتاخد الجلسه يعني هتاخد الجلسه. انفولف الكلاينت ان سيتنج اول ليميت، اشرح للمريض ببساطة طريقة العلاج بتاعته، اشرح للمريض ببساطة هو ليه محجوز في المستشفى، اشرح للمريض ببساطة الأعراض اللي بيعاني منها. attention to physical needs، بتحسن من الأغذية بتاعته، تديه high calorie vitamins and fluid diet، بتخليه ينام على قدر المستطاع من 6 إلى 8 ساعات. مهم أهم حاجة في الإيفالويشن، بحسن السليب لحد ما يوصل لنورمال سليب باترن، بحسن الاكل لحد ما يوصل لنورمال ايتينج باترن، بحسن الهياجين وبحسن الجرومينج بتاعه، بطمن ان الديليوجن والهالوسينيشن مش موجوده، بطمن ان التركيز بتاعه بيزيد، بطمن ان الهايبر اكتيفيتي بتاعته بتقل، بطمن ان الفلايت اوف ايديا والبريشر اوف ثوتس اند سبيتش ديكريز، بطمن ان هو ان كنترول. الميديكيشن اللي فور بايبولار ديس اوردر، انا عندي الميديكيشن مهمه تمام اللي هي الشريحه دي عندنا ليس مون ستابلايزر ولكن ليه سايد افكت من اكثرها ليس سيستم اذر مون ستابلايزر اللي هو الصوديوم والبرويت، ممكن نستخدم انتي سايكوتيك زي الاولانزابين.